بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلبتي الأعزاء، نحن بصدد تقديم ملخص لكم في مادة الأدب العربي بمختلف أنشطته. خذوا أقلاما ودفاتر وسجلوا معي ما يمكن تسجيله تسهيلا لكم لاجتياز شهادة البكالوريا، بكل توفيق إن شاء الله. ونبدأ أولا بنشاط القواعد. الإعراب التقديري كعنصر أول. المعلوم أن اللغة العربية في كلماتها بعضها ينتهي بحروف علة، وهي الياء والواو والألف. فالحركة الإعرابية على هذه الحروف في أواخر الكلمات تكون مقدرة، يمنع من ظهورها الثقل إن كانت على الياء أو الواو، مثل يمشي فهو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدر على الياء منع من ظهورها الثقل. وكذلك الكلمة الموالية يدعو فهي أيضا الضمة هنا مقدرة على الواو للثقل، بينما على الألف فيمنع من ظهورها التعذر، فنقول جاء موسى، فكلمة موسى مرفوع فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، موسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. ملاحظة، قد تكون هذه الكلمة اسما أو فعلا، نتعامل معها بنفس المفهوم الذي قدم سابقا. أيضا عندنا كلمات تنتهي بياء لكنها أسماء، مثل هذا كتابي. فكلمة كتابي هنا هي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة، والياء مضاف إليه. معاني الحروف طبعا تشمل العطف والجر، وحروف العطف أربعة، هي الواو، الفاء، ثم حتى، وعندنا بل ولكن. يعني قلنا أربعة نضيف اثنين، بل ولكن. معانيها تكون يعني معروفة دائما، الواو
تفيد الربط مطلقا، الربط مطلقا، أي أقول جاء علي وأحمد، جاء علي وأحمد. بينما ثم تفيد التعقيب والتراخي، التعقيب والتراخي، نقول دخل نور الدين ثم صديقه. الفاء تفيد التعقيب والترتيب، أو الترتيب والتعقيب نفس الشيء. فنقول جلس الولد، جلس الولد فسألته أخته، بينما حتى تفيد انتهاء الغاية، تفيد انتهاء الغاية. فنقول أكلت السمكة حتى رأسها، أكلت السمكة حتى رأسها، أي إلى غاية رأسها. بل تفيد الإضراب، الإضراب عما قبلها وإثبات ما بعدها، مثل نجح، نجح علي بل محمد، لكن تفيد الاستدراك، انتصر المجاهدون، مجاهدون، لكن انهزم بعضهم. حروف الجر كثيرة، ولكن سنقتصر على بعضها. ومعنى حرف الجر دائما يكون حسب الجملة الموجود فيها. فمثلا ذهبت إلى الجبل، فهنا إلى تفيد انتهاء الغاية، ونقول انطلقت من المدينة، فهنا من، فهنا من تفيد بداية الغاية. على، على مثلا في قولنا كتبت على السبورة تفيد الظرفية، تفيد الظرفية. ونفس الشيء، ونفس الشيء بالنسبة للحرف في، كأن تقول سبح الولد في البحر، ففي تفيد الظرفية. ملاحظة، كل حرف جر، كل حرف جر يفيد معناه كل حرف جر يفيد معناه حسب الجملة الواقع فيها. سننتقل الآن إلى إذا والاسم الواقع بعدها، ونركز هنا على إذا الظرفية، فإنها تعرب ظرف لما يستقبل. إذا، تابعوا هنا، إذا ظرف، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، يتضمن
معنى يتضمن معنى الشرط، الاسم بعدها الشعب فاعل لفعل محذوف دل عليه الفعل الثاني، وإذا جاء الاسم بعد إذا مرفوعا أيضا ولكن الفعل المذكور بعد هذا الاسم هو فعل مبني للمجهول مثل إذا التلميذ أهينا، فإن كلمة التلميذ هنا تعرب نائب فاعل لفعل محذوف دل عليه الفعل الثاني. ملاحظة، عند الإعراب ننظر ملاحظة دائما ننظر إلى الفعل المذكور بعد الاسم، إن كان الفعل مبنيا للمعلوم مثل المثال الأول فإنه يعرب فاعل هنا الاسم، بينما في المثال الثاني لأن الفعل مبني للمجهول والفعل أهينا فإن الاسم قبله فهو نائب فاعل لفعل محذوف دل عليه الفعل الثاني. أما الجملة بعد إذا فإنها تعرب مضافا إليه، إذن تقول الجملة في محل جر مضاف إليه، وإذا جاء بعد إذا ضمير مثل إذا أنت أكرمت الكريمة فإن هذا الضمير يعرب توكيد. لماذا؟ لأن دائما عندنا تلاحظوا دائما عندنا فعل محذوف اللي هو تقدير الكلام إذا أكرمت أنت أكرمت الكريمة، فلما نعرف أكرمت ففيها فعل وفاعل، وأنت هنا هي نفسها هذه التاء الضمير فتصبح توكيد، والجملة تعرب دائما مضاف إليه. هذه في حالة مجيء الاسم مرفوع والضمير. أما إذا كان عندنا الاسم بعد إذا منصوبا مثل إذا الشعب داهمته الرزايا، فإن هنا ننظر إلى الفعل الموجود بعد كلمة الشعب ونجد داهمته فيه ضمير، هذا الضمير هو الهاء هنا تعود على الشعب، فلو أعربنا داهمته لوجدناها متكونة من فعل اللي هو داهم والتاء تاء التأنيث والهاء ضمير متصل على الضم في محل نصب مفعول به والرزايا فاعل، فالهاء تعود على الشعب، وما دامت الهاء مفعولا به إذن الشعب مفعول به لفعل محذوف دل عليه الفعل الثاني دائما. الآن ننتقل إلى درس لو ولولا ولوما وكيف نعرف كلا منها. فعندنا في المثال الأول لو جئتني لأكرمتك، فإن لو هنا تعرب حرف امتناع لامتناع، لأن حرف امتناع لامتناع لأنك لم تأتني ولم أكرمك، امتنع الجواب لامتناع الشرط. أما لولا في المثال الثاني فإنها تعرب حرف امتناع لوجود، فوجود الأم هو الذي جعل الحنان لا يضيع، فقولنا لولا الأم لضاع الحنان. ولوما في المثال الثالث تعرب مثل لولا،
مثل لولا، فهي حرف امتناع لوجود، لأن النجاح ما كان ليحصل لولا وجود الاجتهاد. والاسم بعد لولا ولوما فكلمة الأم في المثال الثاني، وكلمة الاجتهاد في المثال الثالث تعربان مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة، وخبره محذوف تقديره موجود، خبره محذوف تقديره موجود. فنقول لولا الأم موجودة لضاع الحنان، فهنا حذف الخبر، وهكذا تجدونها دائما في مثل هذه الصيغ. والآن ننتقل إلى إعراب الجمل، وهذا الدرس يقع كثيرا بنسبة 100% في كل الشهادات، ولذلك يجب أن نركز فيه، لأنهم دائما يقدمون جملة لها محل من الإعراب وجملة لا محل لها. أولا نفهم كلمة محل من الإعراب. فكلمة محل من الإعراب أي يمكن أن نؤول تلك الجملة بمصدر. فعندنا في المثال الأول أعجبني أنك مجتهد، فجملة أنك مجتهد يمكن تأويلها بمصدر وهو اجتهادك، يعجبني اجتهادك. فالآن لو أعربنا كلمة اجتهاد فنجدها فاعل، إذن أنك مجتهد جملة في محل، جملة اسمية في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. أما المثال الثاني علمت أنك جاد، فالجملة التي لها محل هنا هي أنك جاد، عند تأويلها بمصدر تصبح كالتالي: علمت جدك. فهنا جدك، جدة هنا مفعول به، إذن أنك جاد في محل نصب مفعول به. والمثال الثالث، والجملة الثالثة: أعلمتك أن الامتحان سهل، فالجملة هنا الإسمية أن الامتحان سهل في محل نصب مفعول به ثان، في محل نصب مفعول به ثان، لأن الكاف في أعلمتك هي المفعول الأول، من الكاف هي المفعول الأول. لذلك عليكم أن تلاحظوا الجمل جيدا، لأن في بعض الحالات يكون المفعول الأول عبارة عن ضمير، ولذا في حالات عديدة أيضا يمكن أن يتعدد المفعول به ويصبح مفعولا ثالثا أو كذا، بشرط أن لا يكون هناك حرف عطف. والجمل التي لها محل من الإعراب هي الجملة الواقعة فاعلا والواقعة مفعولا به، وعندنا أيضا الجملة الواقعة حالا والواقعة نعتا. بالتالي يعني الكلمة أو الجملة حتى تعرفها جيدا لاحظ موقعها كعنصر، لأن الجمل الفعلية تكون من فعل وفاعل ومفعول به، ثم عندنا هذه العناصر هي التي تتعدد. نقلك إياها من جملة إلى مصدر هو الذي يحدد كيفية إعرابها. وعندنا جمل لا محل لها من الإعراب، مثل اعلم هداك الله أن العلم نور. فهذه الجملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. ما معنى اعتراضية؟ أنها تقع بين عنصرين من عناصر الجملة. فعندنا هنا اعلم فعل ثم الفاعل ضمير مستتر، ثم عندنا أن العلم نور اللي هي مفعول به. فجملة هداك الله يمكن حذفها، اعلم أن العلم نور، وبالتالي فهي اعتراضية لا محل لها من الإعراب. عندنا أيضا في الجملة الأولى تأدب أي كن خلوقا، فالجملة الثانية
كن خلوقا فسرت الجملة الأولى تأدب، فهنا أي تفسيرية، والجملة الواقعة بعدها لا محل لها من الإعراب، هي جملة تفسيرية. وفي المثال الثالث، لو أطعت نصائح معلميك لاستسهلت الصعاب، فعندنا هنا الجملة لاستسهلت الصعاب جملة جواب شرط غير جازم اللي هو لو، وجملة جواب الشرط غير الجازم لا محل لها من الإعراب. وهنا ممكن تقديم ملاحظة، هي أن الأسماء الشرط غير أو الحروف الشرط غير الجازمة هي لو، لولا، لوما، وعندنا إذا، إذا أيضا، هذه لا تجزم. وكذلك أسماء الشرط الجازمة عندما يكون الشرط مختل في الجواب، فنقول مثلا من يجتهد فالنجاح حليفه. لاحظ جملة جواب الشرط فالنجاح حليفه، لولا وجود الفاء لما كان لها محل من الإعراب، لأن هذه الفاء ربطت الجواب بالشرط وهنا كان لها محل. فإن وجدتم اسما من أسماء الشرط الجازمة وجملة جواب الشرط ليست فعلا مضارعا، في هذه الحالة الفاء غير موجودة فلا يكون للجواب محل. وعندنا أيضا جواب القسم، والله لأحققن كل طموحاتي، فأحققن كل طموحاتي جملة جواب القسم أيضا لا محل لها من الإعراب. والآن ننتقل إلى درس المسند والمسند إليه. فدائما في البكالوريا يمكن أن يحدد جملة ويطلب من الطالب تحديد المسند والمسند إليه، ونعرف أن الجملة إما فعلية أو اسمية. ففي المثال الأول نجح الطالب، فهنا الفعل نجح مسند والطالب مسند إليه لأنه هو الذي يقوم بالفعل. أما في المثال الثالث الطالب مجد، فإنها جملة اسمية تتكون من مبتدأ وخبر، فالطالب هنا مسند إليه ومجد مسند. تلاحظون أن العملية عكسية، في الجملة الفعلية الفعل يسند إلى الفاعل، بينما في الإسمية الخبر يسند إلى المبتدأ. ولكن لاحظوا في المثال الموالي نجحوا جميعا، فعندنا نجح هو المسند والواو، نجح هو المسند والواو الذي هو في نجحوا، هذا الضمير فاعل، إذن مسند إليه، إذن أسندنا الفعل إلى الفاعل. لكن لاحظوا في المثال الأخير أيها الطلبة اجتهدوا، هنا كتبنا مكان الدال باء، ولا انتبهوا، أيها الطلبة انتبهوا، حتى ولو، لأن بعض الطلبة قد يجعلوا أيها ولا الطلبة كأنما أسند الفعل انتبهوا إلى أيها، ولكن هنا طلع إلى الطلبة، وهنا لاحظ بأن الفعل انتبه أسند إلى الضمير، فالمسند هو انتبهوا فقط، والمسند إليه هو الواو، هذا لأن كثيرا ما يقع الطالب في إشكال هنا ويعتقد أن الفعل انتبه كله مسند والطلبة مسند إليه، علما أن الواو يعود على الطلبة. ومع هذا نقول ركزوا جيدا، قد يكون الفاعل ضميرا أو يكون نائب فاعل، ففي هذه الحالة الفعل يسند إلى الفاعل أو إلى نائب الفاعل حتى ولو كان ضميرا عائدا على اسم قبله.
الآن ننتقل إلى الدرس الموالي وهو البدل. البدل دائما فيه أن اسما الذي يكون متصفا بالحكم كما في المثال الأول جاء الخليفة أبو بكر، فالذي جاء هنا هو أبو بكر أبو بكر، ولكن هذا الحكم نقل إلى الاسم قبله وهو الخليفة، فأعربنا الخليفة بأنه فاعل، الخليفة فاعل، فيصبح أبو بكر بعده بدل من الخليفة، بدل من الخليفة، أي أن أبو بكر بدل والخليفة مبدل منه. لما يكون البدل مساويا للمبدل منه نسميه بدل الكل من الكل، بدل الكل من الكل. بينما في المثال الثاني طالعت الكتاب نصفه، فكلمة نصف هنا بدل من الكتاب، بدل من الكتاب، ولكن هنا نسميه بدل الجزء من الكل، بدل الجزء من الكل، لأن البدل هنا جزء مادي يرى بالعين ويلمس باليد، عكس المثال الموالي أعجبني الولد خلقه، فالذي أعجبني الخلق هنا هو الخلق، والخلق هو صفة معنوية، ولما يكون البدل صفة معنوية نسميه بدل اشتمال، بدل اشتمال، ويعني كلمة بدل اشتمال أي الصفات التي يشتمل عليها المبدل منه، هنا في المثال هو الولد، اشتمل على الأخلاق وعلى صفات عديدة ولكن اخترنا منها الأخلاق. في المثال الموالي من يجتهد ينجح يحقق طموحاته، فكلمة يحقق طموحاته ترونها فعل، هي فعل مضارع، لكن هذا الفعل هنا هو بدل من الفعل ينجح، لأن هنا المبدل منه هو ينجح ويحقق بدل. كملاحظة هنا الفعل يبدل من الفعل في الجملة الشرطية فقط، في الجملة الشرطية، بحيث نجد هذا البدل يقع بعد فعل جواب الشرط، يعني إن وجدتم جواب الشرط ثم فعل بعده يعني يؤدي نفس المعنى اعلموا أنه بدل. بينما في المثال الأخير هذا الطالب محبوب، فعندنا اسم الإشارة هذا وكلمة الطالب هنا اسم معرف بأل جاء بعد اسم الإشارة. القاعدة التي تقول الاسم المعرف بأل بعد اسم الإشارة بدل فيها ملاحظة، فننظر إلى الكلمة، هل هي اسم جامد، يعني كلمة الطالب هل هو اسم جامد أم مشتق؟ نكتشف أن الطالب اسم مشتق لأنه اسم فاعل، وما دام لأن المشتقات هي اسم الفاعل واسم المفعول وكذا، فلما ما دام اسم فاعل فنعربه نعت، هنا يصبح نعت. بينما في المثال الذي يلي هذا التلميذ مجد، فالتلميذ اسم جامد فهنا يعرب بدل. وبالتالي نستنتج أن الاسم المعرف بأل يعرب بدلا إن كان جامدا مثل التلميذ، ويعرب نعتا إن كان مشتقا. والآن ننتقل إلى درس الحال والتمييز، وهذا الدرس يقع كثيرا في الامتحانات، لأنهم إما أن يعطوا للطالب جملة فيها حال أو جملة فيها تمييز. فالحال يكون اسما نكرة مشتق مثل دخلت الأم مبتسمة، فكلمة مبتسمة هي جاء حال منصوب، حال منصوب لأنها مشتقة أولا ونكرة ثانيا ودلت على حالة الأم ثالثا.
ويمكن أن يأتي هذا الحال كما في المثال الأول كلمة مفردة، ويمكن أن يأتي جملة اسمية كما في المثال الثاني عاد الأب وهو فرح، أي عاد الأب فرحا، فجملة وهو فرح جملة اسمية في محل نصب حال، في محل نصب حال. ويمكن أن هذا الحال أنه يأتي جملة فعلية كان تقول دخل الولد يفرك عينيه، فلما تقول دخل الولد يفرك عينيه تصبح كأنك تأولها فاركا عينيه، فهي جملة فعلية في محل نصب حال. وأما التمييز والذي يختلط على الطلبة لأنه يشبهه، فنقول بأن التمييز لا يأتي مشتقا أبدا، وإنما يأتي عبارة عن مصدر جامد. فنقول اشتريت كيلو غرام تفاحا، فكلمة تفاحا هنا تمييز، تمييز. ولاكتشافه يتبع الطالب التقنية التالية، يقول ما اشتريت كيلو غرام ماذا، ماذا، فتصبح تفاحا. بينما في الحال فتقول المثال الأول دخلت الأم كيف، وهنا الفرق بينهما. والتمييز يكون في الأعداد كما في رأيت 11 كوكبا، فكلمة كوكبا تمييز منصوب. ويكون في الوزن كما في المثال قبله اشتريت كيلو غرام تفاحا. ويكون في المساحة كأن تقول اشتريت هكتارا أرضا، هكتارا أرضا. ويكون في الكيل. إذن هذه الأشياء، يعني التمييز يكون إما في العدد، في المساحة، في الكيل، الوزن. وعندنا تمييز الجملة أوسعت الوردة شما، فلو قلت فقط أوسعت الوردة ولم تكتب شما لأصبحت الجملة غامضة مبهمة، فجاءت كلمة شما لتزيل الإبهام. ودائما لمعرفة ممكن أن تختلط مع الحال هنا، فتقول أوسعت الوردة ماذا، لا تستطيع أن تقول أوسعت الوردة كيف، فلما تقول ماذا تصبح هنا تمييز. فلمعرفة ذلك اطرح دائما هذا السؤال ماذا أو كيف، فتعرف بهما الحال والتمييز. ماذا في الحال، وماذا في التمييز، وكيف في الحال. هذا هو الفرق بينهما. والآن ننتقل إلى إعراب كم وكأي الخبريتين، ثم إعراب أي. فعندنا كم كتاب طالعت، فكم هنا خبرية، وكتاب تمييز مجرور بالإضافة. ولكن ننظر إلى الفعل، فعل طالعت، فهو فعل متعد، فعل متعدي له فاعله الذي هو التاء، تاء. فإذا هذا الفعل متعد، لكن أين مفعوله؟ هو كم. إذا من هنا نستنتج أن كم تكون مفعولا به إذا كان الفعل متعديا ليس له مفعول به، وأما إن كان له مفعول به فتعرب مبتدأ، يعني في أول الكلام. كأي من نبي قتل معه ربيون، أيضا هنا كأي خبرية، لكن لما ننظر إلى قتل معه ربيون نكتشف أن هذا الفعل قتل المبني للمجهول له نائب فاعل، فكأي هنا تعرب مبتدأ، لأن قتل لا تحتاج إلى مفعول به، لأن المفعول به أصبح نائب فاعل. بينما أي وهي معربة
سواء كانت اسم استفهام أو اسم شرطين. فلما قلنا أي طالب كافأت، فأي هنا تعرب مفعول به للفعل كافأت. هنا لا توجد علامة استفهام، يعني هي الواقع حتى لو وضعناها فهو اسم استفهام، لو أخذنا على الشكل بالاستفهام فتصبح لنا اسم استفهام. لكن لو قلت أي طالب كافأت أو كم طالب كافأت تصبح في مجال إعراب كم. فأي طالب كافأت هنا أي مفعول به للفعل كافأ، وهي معربة فتقول على أيهم سلمت. مادام سبقت بحرف جر فأي هنا جاءت مجرورة على أيهم سلمت. لكن لاحظ هنا أي الأولاد أحب إليك، فأي هنا مبتدأ، والأحب هي الخبر. نستنتج من هنا أن أي هذه التي تكون اسم استفهام أو كانت اسم شرط، فدائما ننظر إلى الفعل بعدها. إذا كان الفعل بعدها متعديا ليس لا مفعول به وجب نصبها على أنه مفعول به، وإذا كان الفعل لازما أو متعديا استوفى مفعوله فتكون في محل أو تكون مرفوعة على أنها مبتدأ. إذا سبقت بحرف جر فتكون مجرورة دائما. أما الآن فندخل في نشاط البلاغة، والبلاغة فيها صور بيانية. هذه الصور البيانية منها التشبيه، وعندنا الأمثلة الآتية: علي كالأسد في الشجاعة. فهذا المثال فيه مشبه الذي هو علي ومشبه به الذي هو أسد، وأداة التشبيه التي هي الكاف، ووجه الشبه الذي هو الشجاعة. فهذا التشبيه كامل الأركان يسمى تشبيها تاما. إذا علي كالأسد في الشجاعة تشبيه تام، تشبيها تاما، صح. أما المثال الثاني حذفنا منه الأداة ووجه الشبه، وأصبح عندنا علي الذي هو مشبه وأسد مشبه به. إذا هنا نقول عنه بأنه تشبيه بليغ، هذا تشبيه بليغ فيه المشبه والمشبه به فقط. ولكن في المثال الثالث عندنا تشبيه، إلا أن الأركان ليست واضحة فيه ولكن تفهم من مضمون الكلام: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. هنا الشاعر بيّن لنا حاجة قومه إليه وقت الشدة، حاجة قومه إليه وقت الشدة إذا جد جدهم تكذا، بحاجة الناس إلى البدر في الليلة الظلماء. فهنا نقول شبه حاجة القوم إليه في وقت الشدة بحاجة الناس إلى البدر في الظلام. إذن تلاحظون أن المشبه والمشبه به، المشبه هنا عبارة عن صورة أو جملة، المشبه به أيضا عبارة عن صورة أو جملة، فيسمى تشبيه تمثيلي. هذا تشبيه تمثيلي، لأن في تشبيه ضمني،
لأن المثال الأخير هو تمثيلي، تشبيه ضمني لأننا اكتشفنا التشبيه من مضمون البيت، بينما في المثال الأخير إذا القلوب تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. تلاحظون أننا شبهنا تنافر القلوب، تنافر القلوب بانكسار الزجاجة واستحالة جبرها مع وجود الأداة مثل. في هذه الحالة المشبه جملة، المشبه جملة والمشبه به جملة مع وجود الأداة فهو تشبيه تمثيلي، تشبيه تمثيلي. إذا شئنا كملاحظة، الفرق بين التشبيه الضمني والتمثيلي أن التمثيلي فيه الأداة والضمني لا توجد فيه الأداة. آلة إلى مجال الاستعارة، وهي صورة بيانية من الصور البيانية. إذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. هنا الشاعر شبه المنية وهي الموت، إذن هو المشبه، المنية مشبه بحيوان مفترس، بحيوان مفترس، بحيوان مفترس، لكنه حذف المشبه به، حذف المشبه به ودل عليه أو رمز له بشيء من لوازمه وهي أظفارها. فهنا ما دام المشبه به محذوفا فهي استعارة مكنية، استعارة مكنية، حيث في الاستعارة المكنية يحذف المشبه به. بينما في المثال الموالي خطب أسد، فهنا شبه الخطيب، شبه الخطيب بالأسد وحذف الخطيب، حذف الخطيب وصرح بالمشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية، الاستعارة التصريحية. ملاحظة هنا في شرح شرح الاستعارة، دائما نتبع الطريقة التالية، نقول كما يلي: شبه الشاعر، شبه الشاعر المنية، المنية بحيوان مفترس، بحيوان مفترس، وحذف المشبه به، شبه به ورمز له بأحد، بأحد لوازمه، لوازمه بين قوسين أظفارها على سبيل، على سبيل الاستعارة المكنية، سبيل الاستعارة المكنية. يعني إذا كان عندكم يعني في السؤال في البكالوريا قال اشرح هذه الاستعارة، فاتبعوا الطريقة التالية في المكنية. أما في التصريحية نقول شبه الخطيب، شبه الخطيب بالأسد وحذف المشبه وصرح بالمشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية. الآن أثرها البلاغي، أثرها البلاغي توضيح المعنى، توضيح المعنى وتقويته وتثبيته في الذهن، في الذهن بنقله، بنقله من المعنوي إلى المادي، من المعنوي إلى المادي.
والآن ننتقل إلى درس آخر في مجال البلاغة وهو المجاز المرسل، وهو استخدام كلمتين مع إرادة معنى آخر من ورائها. أي عندنا كلمة مستخدمة كمجاز ولكن المستخدم يبحث عن معنى أو مدلولا من وراء ذلك، وهذا المجاز بين الكلمة الحقيقية والكلمة المجازية علاقة وهي غير المشابهة. ففي المثال الأول طلب الشاب يد البنت، يد البنت، فكلمة يد هنا هي جزء من البنت، كلمة يد هي جزء من البنت، فهنا استخدم الجزء لكنه أراد الكل، فهو لا يمكن أن يأخذ اليد ولكن يأخذ البنت، وبالتالي نقول هنا أن العلاقة علاقة جزئية، علاقة جزئية جزئية لأنه استخدم الجزء. أما في المثال الثاني يضعون أصابعهم في أذانهم، لا يمكن للأصبع أن يدخل كاملا في الأذن ولكن تدخل الأنملة، تدخل الأنملة، والأصبع هو الكل، هو الكل، بينما الأنملة جزء جزء. وما دام استخدم الكل فنقول أن العلاقة علاقة كلية، علاقة كلية. بينما في المثال أمطرت السماء نباتا، فإن السماء لا تمطر النبات ولكن الماء، أمطرت ماء، الماء، والعلاقة بين الماء والنبات أن النبات مسبب، النبات مسبب والماء سبب، النبات مسبب والماء سبب. وما دام استخدم المسبب فالعلاقة المسببية، العلاقة المسببية، المسببية. بينما في المثال الذي يليه فهو عكس الذي قبله، أخرجت الأرض ماءها، ماءها أي نباتها، أي نباتها، والماء سبب والنبات مسبب، فالعلاقة السببية، العلاقة السببية، لأنه استخدم السبب وهو الماء، السببية. بينما في المثال الذي يليه إني أراني أعصر خمرا، فكلمة خمرا هنا كلمة مجازية لأنه قصد العنب، قصد العنب، العنب، والعلاقة بين العنب والخمر أن العنب يصير خمرا. إذن هنا العلاقة اعتبار ما يكون، اعتبار ما يكون، لأن العنب سيكون خمرا، اعتبار ما يكون. والمثال الذي يليه عكس الأول، يعني وآتوا اليتامى أموالهم، نعرف جيدا أن اليتامى هم الذين يفقدون الوالدين أو أحدهما، ويسلم المال لأحد الأقارب لينميه، ولما يرشد الأيتام يعطون أموالهم، فهنا آتوا، فعلى وجوب إعطاء المال لأصحابه عندما يصبحون راشدين، راشدين. إذن العلاقة بين اليتامى وبين راشدين أن اليتامى كانوا، كانوا يتامى كانوا، فهنا العلاقة اعتبار ما كان، اعتبار ما كان، اعتبار ما كان، اعتبار ما كان، لأنهم كانوا يتامى أما الآن فليسوا يتامى. وفي قوله واسأل القرية التي كنا فيها، واسأل القرية التي كنا فيها، فالقرية لا تسأل كحيطان ومباني ولكن يسأل سكانها، سكانها، والعلاقة بين القرية والسكان، القرية مكان والسكان يحلون، فالعلاقة هي المكانية،
المكانية أو المحلية، نفس الشيء المكانية أو المحلية. أما في المثال الأخير اللهم اسقي ميتنا غيثا، فالميت موجود في القبر والمطر يسقط على القبر ولا يسقط على الميت ولا يسقط على الميت، فبالتالي العلاقة هنا الحالية، العلاقة الحالية. ليه؟ لأنه استخدم من يحل في القبر وقصد القبر، هكذا الأشياء. والآن ننتقل إلى موضوع آخر من الصور البيانية ألا وهو الكناية. فالكناية هي استخدام اللفظ مع جواز إرادة معناه الحقيقي. فعندنا في المثال الأول أشعب نظيف المطبخ، فنظيف المطبخ فعلا لو ذهبنا لوجدنا المطبخ نظيفا، ولكن هل أراد القائل فعلا نظافة المطبخ أم شيئا آخر؟ فعلا أراد شيئا آخر، ألا وهو أن أشعب لا يطبخ أصلا، وبالتالي فهي كناية عن البخل، كناية عن البخل. وعكسها لو أردنا مثلا الكرم لقلنا حاتم كثير الرماد، حاتم كثير الرماد، حاتم كثير الرماد. فحاتم هنا لو ذهبنا إليه لوجدنا رمادا كثيرا أمام بيته، مما يدل على أنه يوقد النار لأجل الطبخ، وهنا كناية عن الكرم، كناية عن الكرم. بينما في المثال الموالي علية بعيدة مهوى القرط، علية بعيدة مهوى القرط. القرط طبعا هو ما يوضع في الأذن من أقراط، يعني الآن المناقشة ما يوضع في الأقراط. والمهوى هو المسافة بين شحمة الأذن والكتف. إذا الآن هذا المهوى بعيد، هذه كناية عن طول العنق، كناية عن طول العنق. بينما في يسير الكرم حيث يجلس محمد، فهنا يدل على أن محمد هنا أكثر من كريم، أكثر من كريم، حيث أن الكرم يتبعه وليس محمد هو الذي يتبع الكرم. وبالتالي نستنتج أن الكناية ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام. كناية عن صفة، كناية عن صفة كما في المثال الأول، وكناية عن موصوف كما في المثال الثاني، وكناية عن نسبة كما في المثال الثالث. فننتقل إلى علم البديع وهو الطباق والمقابلة والجناس والسجع. ففي الطباق هو استخدام كلمة مع ضدها، مثل من أحيا أرضا ميتة فهي له، فأحيا أحيا وميتة هما كلمتان متضادتان، وبالتالي فهو طباق. هذا الطباق يمكن أن يأتي بين اسمين أو بين اسم وفعل، لأنك مثل ما هو أنا أحيا فهي فعل، ميتة الاسم. المهم أنه من حيث المعنى الكلمة الأولى ضد الثانية أو العكس. بينما في المثال الثاني العلم نور والجهل ظلام، فعندنا كلمتان ضد كلمتين. العلم رقم واحد ضد رقم واحد من المقابل اللي هو العلم مقابل الجهل، والنور مقابل الظلام، وبالتالي يصبح كلمتان عندنا مقابل كلمتين، أو ثلاثا مقابل ثلاث أو أربعا وهكذا. بينما في المثال الذي يليه أيها الناس اسمعوا وعوا، وإذا وعيتم فانتفعوا،
من فات مات، وما كل آت آت. فعندنا جمل تنتهي بنفس الحرف، فعندنا الحرف العين، العين أيضا هناك العين أيضا في انتفعوا، وعندنا التاء فات مات آت كذا. فهنا نهاية الجمل بنفس الحرف يسمى سجعا، يسمى سجعا. وهذه كلها هي من المحسنات البديعية التي تطلق في الامتحانات. إذن كما سبق وقلنا المثال الأول ففيه طباق بين أحياء وميتة، المثال الثاني فيه مقابلة بين العلم نور والجهل ظلام، المثال الثالث فيه سجع، أما المثال الأخير صليت المغرب في المغرب، فعندنا المغرب والمغرب، المغرب الأولى هي الصلاة، صلاة المغرب، والثانية هي البلد المجاور لنا دولة المغرب، وبالتالي فهو تشابه الكلمتين في الحروف مع اختلافهما في المعنى، وهذا يسمى جناسا، وهو نوعان، جناس تام إذا كان متشابها في الحروف، وجناس ناقص إذا اختلف عنه في حرف من الحروف، جناس ناقص وجناس تام. والآن ننتقل إلى نوع آخر من البلاغة ألا وهو الأساليب. عندنا الأساليب أسلوبان، الإنشاء والخبر، يعني أسلوب إنشائي، أسلوب خبري، أسلوب إنشائي وأسلوب خبري. ففي الإنشاء نجد النداء مثل أي بنية اجتهد أكثر، فأي بنية نداء، إذن هو أسلوب إنشائي من نوع النداء، اجتهد اجتهد، أيضا أسلوب إنشائي من نوع الأمر، الأمر، ولا تضيع أسلوب إنشائي من نوع النهي، النهي. عندنا أيضا ماذا ماذا فعلت اليوم، أسلوب إنشائي من نوع الاستفهام، نوع الاستفهام. إذن عندنا النداء والأمر والنهي والاستفهام، هذه أساليب إنشائية طلبية لأنها تتطلب إجابة، تتطلب إجابة، فنقول طلبية. وعندنا أساليب إنشائية غير طلبية مثل التعجب، التعجب، ما أجمل أن ينجح الإنسان في حياته، أسلوب تعجب هنا، فهو أسلوب إنشائي، أسلوب إنشائي، أسلوب إنشائي غير طلبي لأنه لا يطلب إجابة. وعندنا صيغ المدح والذم، المدح نعم المرء محمد، نعم، وبئس خلقا الكذب، صيغة ذم، فهذا المدح والذم أيضا أسلوب إنشائي، المدح والذم أسلوب إنشائي، أسلوب إنشائي غير طلبي لأنه لا يتطلب إجابة. وعندنا الأسلوب الخبري هو مثل نجح كل طلبة القسم، فهنا يمكن لهذه الجملة أن تحتمل الصدق والكذب، الصدق والكذب معا، لأنه يوجد من يصدق أن كل القسم قد نجح وفيهم من يكذب، وبالتالي فهو أسلوب خبر. فالخبر لا نجد فيه لا استفهاما ولا نداء ولا تعجبا ولا أي شيء من ذلك من الأشياء السابقة. والغرض أو الغرض من هذه الأساليب دائما يكون حسب مضمون الجملة، حسب مضمون الجملة، حسب مضمون الجملة. فنحن لو قلنا مثلا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فعندنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة كذا، لا يمكن أن نأمر الله، لا يمكن أن نأمر الله، وإن ندعو. فالغرض هنا هو الدعاء، الغرض هنا هو الدعاء. لو قال الأب لابنه افعل ما تشاء، افعل ما تشاء، ما تشاء، افعل ما تشاء،
ففيه الأمر، ولكن هنا الغرض منه هو التوبيخ، لأنه يوبخه على ما سيفعل، على النتيجة التي سيحصل عليها مستقبلا. إذن الغرض دائما هو حسب مضمون الجملة، سواء كانت خبرية أو إنشائية. فقط الطالب يعرف أن الأساليب هي نوعان، إنشائي وخبري، ولكل منها غرض يخصه. والآن ننتقل إلى عنصر آخر من العناصر التي تقع في امتحانات شهادة البكالوريا، خاصة لطلبة آداب وفلسفة ولغات، وهو التقويم النقدي. ونبدأ بأدب المنفى. هو ظاهرة أدبية نشأت مع وجود الاحتلال الغربي للبلاد العربية، حيث نفى المستعمر بعض الأدباء إلى منافي عدة، وقد يكون النفي بسبب ظلم الحكام، فيلجأ الشاعر إلى التعبير عن آلام الغربة، عن آلام الغربة، بذكر حنينه وشوقه إلى وطنه وإلى أهله وأحبائه، مستخدما العبارات الدالة على الحزن كعدم النوم ونحافة الجسم وعدم جفاف الدموع، وكذا ذكر الأماكن التي قضى فيها طفولته. ذكر ملاحظة. كل ذلك يستخرج من النص كأمثلة تدل عليه، أي كل حكم له مثال من النص. الآن ننتقل إلى أدب المهجر. أدب المهجر هو أدب نشأ في بيئة غربية، أي في الولايات المتحدة الأمريكية الشمالية طبعا، وأمريكا الجنوبية. يتمثل في أدب الرابطة القلمية، أدب الرابطة القلمية، وأدب العصبة الأندلسية. ويتميز هذا النوع من الأدب بتوظيف عناصر الطبيعة
عناصر الطبيعة وتقديس الذات والحنين إلى الوطن وسهولة اللغة وكثرة البيان والبديع، كثرة البيان والبديع. ومن أشهر أدبائه إيليا أبو ماضي، أشهر أدبائه إيليا أبو ماضي وميخائيل نعيمة، وجبران خليل جبران وسليم الخوري، ونسيب عريضة، ونسيب عريضة. وفي أدب المهجر نجد النزعة الإنسانية، وهي ظاهرة أدبية، يدعو فيها الشاعر، إلى محاربة الشر وكل أنواع التخلف والظلم، ويدعو إلى الخير، وكل أنواع السعادة التي تصيب الإنسان. ولذا نجد الشاعر دائما، متفائلا. أدب القضية الفلسطينية باعتبارها قضية كل العرب، وجد الأدباء العرب أنفسهم ملتزمين بالدفاع عنها، ودعوة الشعوب إلى نصرتها، لأنها قضية عادلة. ومن خلال القصيدة يكشف الشاعر، ظلم المحتل، وجرائمه، ويدعو إلى مد يد العون، إلى الفلسطينيين، ماديا ومعنويا، أما في الثورة الجزائرية، ففيها إشارة إلى، عظمتها، وتحديها للحدود الدولية باعتبارها قضية إعادة الاعتبار للشرف والسيادة،
وذلك بكشف جرائم المحتل الفرنسي، المحتل الفرنسي ومن هنا فالشاعر يكون ملتزما بالدفاع عن قضايا بلده أو أمته، ولذا فنصه يكون ذا بعد وطني إن كان الشاعر من داخل الوطن أو قومي إن لم يكن من هذا الوطن، ومن أبرز من عبر عن القضية الفلسطينية محمود درويش، سميح القاسم، نزار قباني وغيرهم. أما الثورة الجزائرية فنجد مفدي زكريا، محمد العيد، سليمان العيسى وغيرهم. الألم والحزن ظاهرة أدبية، شاعت في القصيدة المعاصرة، نتيجة الحالة الاجتماعية، للعرب من فقر وتخلف وجهل، والحالة السياسية نتيجة النكسة العربية في الحرب مع إسرائيل سنة 67 و73 حيث أصيب الأدباء بانتكاسة لأن آمالهم لم تتحقق في الانتصار على اليهود، ومع ذلك نجد منهم من ما يزال آملا في نهضة عربية تعيد لهم مجدهم الضائع. ومن الشعراء الذين تحدثوا عن ذلك
نازك الملائكة، نازك الملائكة وبدر شاكر السياب، وبدر شاكر السياب وصلاح عبد الصبور وأمل دنقل، وأمل دنقل للصحافة، للصحافة دور في تطور المقال شكلا ومضمونا، شكلا ومضمونا، حيث كان الأدباء، حيث كان الأدباء قديما يعنون بالتنميق اللفظي، بالتنميق اللفظي، بالتنميق اللفظي من بيان وبديع، من بيان وبديع وإطالة في الموضوع، في الموضوع. وأما في مرحلة ظهور الصحافة صار الأدباء يكتبون لنشر مقالاتهم، لنشر، يكتبون لنشر مقالاتهم، لنشر، يكتبون لنشر مقالاتهم في الصحف. لذا حاولوا التخلص، من الصنعة اللفظية، الصنعة اللفظية. أول الأمر، مثل ما فعل، فعل رفاعة الطهطاوي، رفاعة الطهطاوي، رفاعة الطهطاوي. ثم انتقلت، إلى التخلص، من الصنعة اللفظية أكثر، مثل ما نجده، عند البشير إبراهيمي ومحمد عبده. وصارت أكثر عمقا بعدما اتصل الأدباء بالغرب، وتأثروا بآدابهم، مثل طاحسين، وغيره. وفي هذه المرحلة، تعمقت الأفكار وتعددت الموضوعات، من الروابط التي تحقق الاتساق والانسجام ما يلي: واحد، حروف العطف، اثنين، حروف الجر، ثلاثة، الضمائر، أربعة، أدوات التوكيد مثل قد،
قد سين السين سوف وإن وأخواتها إن وأخواتها والتكرار سنأتي الآن إلى الحقل المعجم والدلالي وهو عنصر يقع في أسئلة الامتحان حيث تعطى مجموعة كلمات ويطلب من الطالب وضع حقل دلالي لها فإن كانت من نفس المعنى مثل الكتاب المدرسة المعلم التلاميذ فهذا الحقل هو العلم وإن كانت مختلفة المعاني فلكل كلمة معناها ومن الأسئلة الهامة ذات البعد الكبير في كسب النقاط هو أنماط النصوص لأن كل نمط له مؤشرات ونبدأ بالنمط الوصفي وفيه يصف الشاعر ظاهرة في الطبيعة أو في النفس البشرية كالحزن أو السعادة ومن مؤشراته واحد الإكثار من النعوت والأحوال ثانيا الإكثار من الجمل الفعلية والإسمية ثالثا استخدام أسماء الأماكن أما في النصوص ذات النمط الحجاجي فيقدم الكاتب ظاهرة أدبية ويبرهن على صحة ما ذهب إليه مستخدما في ذلك المؤشرات التالية الحجج والبراهين أدوات التوكيد الجمل الإسمية والفعلية خاصة الزمن الماضي والحاضر وفيه يسرد الكاتب حادثة وقعت مستخدما في ذلك
الأفعال الماضية و الجمل الإسمية والفعلية، جمل الإسمية والفعلية مع أدوات التوكيد، مع أدوات التوكيد، وهو يتداخل مع النمط الإخباري، وهو يتداخل مع النمط الإخباري في كثير من المؤشرات. والآن نتحدث عن ملاحظات عامة حول أسئلة البناء الفكري وأسئلة البناء اللغوي. ففي البناء الفكري هناك أسئلة حول مضمون النص، شعرا كان أو نثرا، فالسؤال الأول دائما يكون حول مطلع النص أو بيتين معا في من البداية. وتتوالى الأسئلة على حسب تسلسل النص، أي الأسئلة تابعة لمعاني النص، أسئلة تابعة لمعاني النص. فعلى الطالب أن يبدأ بالبحث عن جواب السؤال الأول في الأبيات الأولى، جواب السؤال الأول في الأبيات الأولى، ثم ينتقل إلى الثاني دون العودة إلى الأبيات التي أجاب عليها، وهكذا إلى النهاية، الملاحظة الثانية إذا طلب التمثيل فهو يعني استخراج أمثلة من النص، ملاحظة ثالثة، إذا طرح السؤال هل توافق الشاعر فيما ذهب إليه؟ هل توافق الشاعر فيما ذهب إليه؟ فتجيب بنعم مع التعليل بما علل به مع التعليل بما علل به الشاعر حكمه أو استند إلى الواقع. الملاحظة الثالثة، ملاحظة الموالية، إذا طلب مذهب الشاعر
وكان من أدباء المهجر، وكان من أدباء المهجر، فمذهبه رومانسي، فمذهبه رومانسي، وخصائصه هي نفس خصائص الأدب المهجري التي ذكرت في التقويم النقدي، التي ذكرت في التقويم النقدي بين قوسين الأدب المهجري. أما في البناء اللغوي فإن أسئلته تدور حول ما أخذ في القواعد، ما أخذ في القواعد واللغة البلاغة من صور، من صور وأساليب، وأساليب مع مراعاة، مراعاة دقة، دقة الإجابة، دقة الإجابة أثناء الإعراب، أثناء الإعراب أو شرح الصورة البيانية، أو شرح الصورة البيانية. وفي الختام نرجو أن تدعو لنا بالصحة والعافية والرحمة للأهل ولمن علمونا، سواء داخل المدارس أو من خلال مؤلفاتهم، وأملي أن توفقوا في كل ما قدمناه لكم على أن نكون عند حسن ظنكم، وأرجو منكم أن تزوروا موقعنا الموجود في أسفل الفيديو، وشكرا لطلبتنا.